عطر خفيف للكاتب عمر طاهر. كانت تسبقه بخطوة، خمنت أنه تركها تفعل ليمنحها حرية اختيار المنضدة التي ترضيها. على كنبة صغيرة في مدخل المقهى جلس متجاورين. كان واضحاً أن كل منهما يحافظ على مسافة لا تورطهما في القرب ولا تنفيه. اقترب الجرسون يحمل زجاجة ماء مثلج. أشار الرجل له أنه لا داعي وطلب منه 2 شاي. سألته الفتاة عن النعناع. اعتذر الجرسون وقال: عندي قرنفل. أعجبهما الاقتراح. كان الرجل الأسمر أنيقاً نحيلاً يفيض ثقة دون أن يخل ذلك بتواضعه ورقته، وكانت صديقته الخمرية ذات حضور ذات بملامح أقرب للطفولة وأصابع نحيلة تجفف بها كل قليل عرقاً للخجل، نصيب في ضخه أكبر من نصيب الطقس. كان يتحدث إليها طول الوقت وهو ينظر إلى الأمام دون أن تغيب الابتسامة عن وجهه، وكلما انشغلت عنه لثانية بالنظر إلى حقيبتها أو الموبايل أو تقليب السكر يسرق نظرة إلى وجهها. كانت عيناه تقول الكثير. اقتربت منهما الفتاة المحجبة المبتسمة في حذاء رياضي وبنطلون جينز تحمل حقيبة منتفخة. توقفت أمامهما تستأذنهما في دقيقة لعرض ما تبيعه. رحبت الفتاة الجالسة بها وطلبت منها أن تجلس لتستريح. قالت: لو قعدت مش هعرف أقوم تاني. أخرجت البائعة من حقيبتها زجاجات عطور قصيرة، كان واضحا أنها من النوع المصنع منزليا. رجت الزجاجة ثم رشت القليل على يد الفتاة الجالسة ودعتها للتدقيق. أعجبتها الرائحة، قربت معصمها من صديقها، اتسعت ابتسامته وقال: هناخدها 40 جنيها. قالت البائعة، فأخرج الرجل ورقة ب50. كررت الفتاة عرض الجلوس لكن البائعة اعتذرت بلطف. أشارت الفتاة الجالسة لرجل المقهى فهم، فعاد بزجاجة ماء مثلجة وضعتها الفتاة في جيب حقيبة البائعة الجانبية بعد أن سحبت واحدة كان باديا أنها مستهلكة. المية اللي معاكي شكلها سخنت. فتشت البائعة عن باقي 50 وجدت ورقة 20، أعطتها للرجل. يبقى لي 10، وهي الإزازة فيها كم 10، يبقى لي أنا. طلب الرجل منها أن تستكمل جولتها، ربما تعثر على الفك فتعيد له الباقي في طريق عودتها. قرأ الرجل أن ما قاله ربما يجرح كرامة البائعة. قال لها: إحنا قاعدين منتظرين ناس. قبلت البائعة العرض وانصرفت. أخرج الرجل الزجاجة ورش منها مرة أخرى على يد صديقته فابتسمت. فتحت حقيبتها ومدت يدها لتأخذها قائلة أن هذه الأنواع عمرها قصير يتبخر أثرها بعد دقائق. هز رأسه بموافقة بدت يائسة، وقبل أن يضع الزجاجة في يدها رش القليل منها على معصمه. طلب الحساب وانصرف. كان يسيران وقد حافظا على المسافة نفسها التي حافظا عليها في جلوسهما. قبل أن أنصرف لمحت البائعة تقترب مسرعة، كانت تبحث عن الرجل وصديقته وفي يدها ورقة 10 جنيهات. قال رجل المقهى: مشيوا. فكرت لثوان قبل أن تسحب مقعدا لتجلس، فكت رباط حذائها
دون أن تخلع، ثم قالت للجرسون: أهوى مضبوطة في كوباية.